البلان بتاع كوبري الأرسي، أول حاجة لو بدأنا إن أنا عملت السنتر لاين وفرضت مثلا إن أنا عندي في عندي تو فنت مثلا، فبرضه هناخد البير. البير أنا ممكن آخد، لو أنا بقى ببسط لنفسي للبير كده، أنا هاخد مثلا البير عندي صغير كده أهو، وبعدين هنطلع مثلا أبي هنا أهو، مثلا سبت أو هنا كده، سبت 2 سنتي وسبت 2 سنتي، وبعدين قلت الكوبري بتاعي عبارة عن زي ما أنا متعود أهو، هيبقى طرف زين ورصيف وطرف زين، ونسيب مثلا 1 سنتي، 2 3 4، وادي طرف زين. طيب ايه الحكمة بقى ان انا سبت 4 سنتي؟ ان انا لما اجي اعمل الكاميرات اعمل الكاميرات كل 1 سنتي، وانا هعمل كاميرا هنا كاميرا هنا، وهمشي 1 2 3 4، يبقى كل سنتي مثلا. طبعا انت بقى بتحسب في المسألة، تبقى انت عارف قيمة ال بكام، وبتبدأ تشتغل على عدد الكاميرات اللي انت حليت بيها في المسألة. والكاميرات دي داخلة جوه الأبطمنت مسافة اللي احنا عاملينها سنتي، بنربط الكاميرات دي كلها ببعض كده، اهي كده، ده المنشأ بتاعي. طيب نيجي بقى للمنشأ بتاعي، احنا بنقول اهو تحت منه في البيضة اهو، من هنا لهنا كده اهو، ادي البير يعني. لو مشينا بعد الكوبري ما يخلص بسنتي وقفلنا البير، بعد كده ادي الابطمنت، يبقى الابطمنت بتاعي اهو، وادي الوينج وول زي ما قلنا ان انا باخد ايه الوينج وول، بسهل على نفسي واخلي الشمال زي اليمين اهو، وفوق زي تحت، ده شيء طبيعي. هنا بقى بنعتبر ان الابارتمنت من اول الترابزين، يعني من اول هنا لغاية الترابزين، يعني لغاية هنا، يبقى ده الابارتمنت اللي انا هاخده كحيطة كاونتر فورت، شكلها في البلان بيبقى بالمنظر ده كده اهو. فلو جينا دي الحيطة اهي، وهم جايين راسمين دي مثلا كده، دي الحيطة اللي هي الكانتليفر اهي، اللي هو الايه ده الأدمة، وده الايه وده الهيل اهو. القاعدة مثلا ناخد الأدمة بتاعة الكاونتر فورت، هي الأدمة بتاعة الكانتليفر، ودي الأدمة، ودي الهيل، ومثلا هناخد ان الجزء اللي ورا في الايه في الحيطة دي مثلا اهو. طبعا انت عارف ان دي حيطة كاونتر صوت، يعني حيطة كاونتر صوت يعني فيها اعصاب، فانا باخد الاعصاب على نفس استقامة الكاميرات اهي،
وبعدين هنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل الفرشة بتاعة الكلام ده، خط موازي كده. لو احنا خلصنا يبقى انا على فكرة خلصت المنشأ، لان او خلصت البلان بتاعي، لان هو ده المنشأ. لان تقفيلة التراب بقى هنقفل التراب زي ما كنا بنقفل التراب في القرش، ان ده البيد تحت دي بشوية، ده بداية البيرم. البيرم بتاعي سنتي، هناخد هنا الميل سنتي ونص، ويبقى ده بداية الطريق. نفس الطريقة ان انا عندي خط هنا، الخط ده والخط ده، ان ده بيقفل كده ودي بيقفل كده. ودي مثلا مش هنطول احنا قوي كده عشان نعرف نرسم الايه السايد. ويبقى انا كده ده البلان هو اس ريموف للكوبري الاصلي.